يعني زي ما قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة انه الحمد لله تم انهاء الجدل حول المادة الثانية من الدستور، بس يا ترى هل ده بموافقة الجميع ولا في اعتراضات، او هنشوف اعتراضات بعد شوية قد تطرأ على الموقف. اهلا بيك دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور، اهلا بيك يا دكتور. وقول لنا يعني ده كلام نهائي وموقف نهائي وفي حالة توافق من جميع الأطراف ومن جميع أعضاء الجمعية التأسيسية حول المادة الثانية من الدستور ولا لا؟ نحن يعني حزب النور متوافق تماما مع كل كلمة وكل حرف قالها سيادة وفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ولكن الخلاف الوحيد ليس في كلام الأزهر وليس في منطوق الأزهر. الأزهر وممثل في سيادة أو فضيلة الشيخ أحمد الطيب قال يطالب المحكمة الدستورية العليا بإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية. فهل المحكمة الدستورية اللي هي كانت السبب في الأزمة في كلمة مبادئ سنة 81 لما تم تحويل النص وفسرته على غير مراد المشرع، هل هي عندها استعداد للانصياع لكلام الشيخ أحمد الطيب ولا لا؟ يا ريت حضرتك ترجعي لمستشاري المحكمة الدستورية العليا علشان يقولوا لنا هل هم عندهم استعداد لتغيير تفسيرهم للمادة لما عرضت عليهم أيام حكم الرئيس المخلوع، ولا هيتمسكوا بنفس التفسير السابق وده اللي وقعنا في أزمة وخلانا نلجأ لتغيير كلمة المبادئ أو حساب الكلية. طيب، وانتوا بقى ردا على انكم عندكم قلق من ان المحكمة الدستورية قد تفسر بطريقة او باخرى، هل هتاخدوا موقف ولا ايه اللي هيحصل؟ القلق ده يدفعنا ان احنا نضيف او نطالب بإضافة مادة، بإضافة مادة ان الشيخ الأزهر او المؤسسة الرسمية في الدولة هي اللي تفسر هذه المادة. وده اتحط بالفعل، يعني الجملة دي اتحطت في في المادة التانية في شكلها الجديد، ان يبقى شكلها الجديد اذا اتحط ان الجهة المنوط بيها تفسير كلمة مبادئ هي المؤسسة الرسمية ممثلة في الأزهر، فنحن ليس عندنا اي خلاف تماما، بل نرفع الأزهر فوق رؤوسنا وننصاع لكلام الشيخ احمد الطيب. يعني الجملة ان الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية لتفسير هذه المادة. بالضبط. المرجعية النهائية لتفسيرها. بلا شك نحن ليس عندنا أي اعتراض. ولأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام لشرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. والله احنا هذه المادة تحصيل حاصل، لأن احنا أصلا عندنا في الإسلام احنا ترك لهم الحرية الكاملة في الاحتكام لشريعتهم، محدش بيجبرهم الاحتكام لشريعة الإسلام إلا إذا طلب بعضهم ذلك، فالمحكمة هتجيبه. ولكن هو أصلا دي مادة تحصيل حاصل أو فقرة تحصيل حاصل، لأن في النهاية الإسلام بيسمح لهم بالاحتكام إلى شريعتهم دون أي تدخل. طيب يعني ملف المادة الثانية اتقفل كده خلاص يا دكتور يسري؟ والله إذا كانت الصياغة النهائية في هذا المنطوق فإحنا ما عندناش أي مانع الحقيقة. بس احنا كنا سمعنا إن في بعض الاعتراضات من ينتمي لتيار السلفي موجود في الجمعية التأسية على الشكل ده ولا لأ؟ أنا ما أعتقدش الحقيقة، لأن أنا كنت على اتصال بممثلين حزب النور في داخل الجمعية التأسيسية وقالوا لي إن هم الشكل ده هو الشكل شبه النهائي اللي اتفقوا عليه قبل الصياغة النهائية، ولسه منتظرين الصياغة النهائية. بعد صياغتها من جانب القانونيين والدستوريين هيكون شكلها ايه، فما اعتقدش ان هيكون في اختلاف ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور، ويعني حاله توافق كده من جميع الاطراف، يا رب بس تكمل ما تكونش شبه توافق على الماده الثانيه من الدستور.